السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد اخواتي. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نصايبوا هذا العشب. هذا غتلاحظوا معايا اخواتي بانه جدا سهل، فقط كندمجوا الالوان مع بعضياتهم. يعني ممكن تصايب هذا العشب هذا حتى بماكينه الخياطه، حيت ما نخدموش بالعراض، غادي نخدموه غير بماكينه الخياطه. هذا العشب هذا اذا كنحتاجوا ثلاثه الالوان حتى لاربعه الالوان ديال الديكرادي الاخضر كما كانوا، يعني الخضر غير يكون يعني في اللون ديال العشب، يكون اخضر عشبي. غتلاحظوا معايا غادي نصايب الاساس القاعده ديالو، غادي نصايبها بالفتح ديالو ديال هاد الالوان هادو اللي غادي نخدم بهم. لاحظوا معايا غير بالخياطه بلا عراض، الطريقه اللي بغيتي، يعني بغيتي تجري هكذا بهاد الطريقه هذه الفوق والتحت، بغيتي تدوري هكذا بحال الطريقه ديال التربيل. طريقه جدا سهله كما قلت لكم، فقط كتلعبي بالالوان، كدمجي الالوان مع بعضياتهم باش كيعطيوك داكشي متناسق. كما قلت لكم هنايا الطريقه عشوائيه، فقط الخياطه، ما فاتحاش العراض نهائيا، غير الخياطه. غتلاحظوا معايا هنا الا بغيت نصايب فحال هذا الجبل هذا، يعني كيجي بحال واحد الجبل صغير، غادي تلاحظوا معايا البلاصه اللي غادي نعمر بهذا اللون الفاتح، كيجي هكذا بحال القبه. لاحظتوا معايا يعني هذا هنايا غادي يجيني على شكل جبل صغير. كما قلت لكم غير بالماكينه بالخياطه، حتى اللي عندها غير الماكينه بالخياطه ممكن تصايب هذا الزواق هذا اكثر. عفوا، خياطه بطريقه عشوائيه جدا، ماشي ضروري تجي محده. دابا غادي ندير لون اخر، غادي ندير اللون اللي اغمق من هذا. عفوا، دابا غادي ندخل مع هذا اللون هذا هنايا الفوق. لاحظوا معايا غادي ندخلو معاه غير هنا لتحت، ما غاديش نوصلو. لاحظوا معايا شنو غادي ندير لهاد العروشه هادو. هادو هنايا كاينين جوج الالوان كما قلت لكم، جوج الالوان حتى لثلاثه الالوان ديكرادي. غتلاحظوا معايا كيفاش غادي نخدم هادو. لاحظوا معايا
هنا غنخلي واحد ليسباس هنايا لهذا الاخضر المغلوق، تاخذوا معايا غنخلي هذه البلاصه هذه، غنقول لكم علاش خليت هذه البلاصه هذه. هذه البلاصه هذه اللي خليت هنايا خاويه غادي ندير فيها هذا الاخضر المغلوق، غنبقى نمشي بالخياطه ونرجع تاخذوا معايا. سهله جدا هذا العشب، هذا سهل جدا يعني ممكن اي وحده تخدمه، كما قلت لكم طريقه سهله جدا، ممكن حتى بماكينه الخياطه. غندير اللون الثالث يعني اللي اغمق من هذا. كما قلت لكم هذا الخضر الثالث، لاحظوا معايا هذه البلاصه هذه ما غاديش نقيسها حيت غادي ندير فيها الخضر الغامق الاخير. هذا غادي ندخلو هذا الاخضر الثالث، غندخلو فوق من هذا ثاني، هذا شويه غير غندخلو بواحد الطريقه خفيفه. خطو بطريقة عشوائية، هادو اللي كتشوفو هنايا يعني خطوط بطريقة عشوائية، لاحظوا معايا كيفاش كنخدموهم. كنمشي وكنرجع، دابا بقى لي الأخضر الأخير اللي هو الغامق. كما قلت لكم انا هنا درت ثلاثه ديال الالوان اخضر، ثلاثه ديغرادي، يمكن لكم تستغناو على 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 واحد، يعني يمكن لكم تستعملوا غير ثلاثه. لاحظوا معايا كيفاش كندخلو، يعني هاد البلاصه هذه اللي خاويه كنعمرها مزيان، ومره مره كنجر الخياطه في وسط من هذه باش كيجي متداخلين ومندمجين مع بعضياتهم. لاحظوا معايا انا هنا كنعمر مزيان، من بعد كندير شي هكا باش كيجيو مندمجين مع بعضياتهم. كما قلت لكم انا لحد الان ما استعملتش العراد نهائيا غير الخياطه،
دابا لاحظوا معايا شنو كندير، انا غنشرح لكم، غنشرح هنايا. لاحظوا معايا هاد الخطوط هادو اللي عندي بلون مفتوح، كنمشي يعني كنمشي في الجنب ديالهم. لاحظوا معايا، انا غنزيد نشرح هنايا مزيان. كنمشي معاه وكنجي، ما كنوصلش حتى للراس ديالو. لاحظوا معايا باش كيجي يعني داكشي طبيعي. لاحظوا معايا ماشي كاملين، غير بعض منهم كما قلت لكم هي العشوائيه اللي كتعطي لهاد الشيء هذا جماليه. لاحظوا معايا كما كتشوفوا معايا. دابا يمكن لكم تزينوه بشي حاجه بحال هكذا، غتلاحظوا معايا كيفاش غادي نزينو. يعني العشب هو هذا، سالينا منه، دابا فقط غنزينوه بشي كولور اخر. لاحظوا معايا كيفاش غادي نزين بهادو. هادو يعني كيطلوا لهاد الاتجاه هذا على اساس انهم فواحد الجبل، يعني خصهم يطلوا لهاد الاتجاه هادو. هادو غادي نديروهم كيطلوا لهاد العكس ديال هادوك. لاحظوا معايا غنطراسي اولا، غنطراسي هكدا وغادي نجي. كيبقى لكم اختيار ديال الزين، يمكن ديرو وريدات صغار، يمكن لكم ديرو غير القيطات. غتلاحظو معايا شنو غادي ندير. دابا الراس ديالها رقيق. معايا غنزيد شي وحده هنايا، كنطراسي كنزوق. غنزيد واحد الجوج هنا اخيرا. انا طراسيتهم جوج ديالهم، هذا هو العشب. غتلاحظوا معايا هذه اللي درت البارح، غتشوفوا معايا هذه اللي خدمت البارح. اذا النصيحه اللي ممكن نقدم فيها باش يجيكم مزيان هذا، غتصلحوه في المرمه يعني قبل ما تحيدوه من المرمه، يعني يكون واضح. نجيو لهنايا، يعني كيتصلح في وسط المرمه قبل ما تحيد من المرمه. وكتاخذ الاخت البريكه، يعني ملي كيكون هاد الشعيرات هادو كيكونوا كيبانوا هنايا ما بين هاد الشبك هذا، خذي اختي البريكه ملي كيكون عندك باقي لصق يعني في المرمه، وكتشعليها هكذا من تحت بالخف، كنتمنى يكون مفهوم. كتشعليها لتحت بالخف وكيتحرق هادوك الشعيرات اللي كيكونوا في وسط من هاد الشيء هذا، في وسط من هاد الشبك هذا، وكيجي رائع كما كتشوفوا معايا. دابا انا هنايا مكمل عندي، يعني محيده من المرمه، هو كيجي رائع جدا. كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.